بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم جميع مستمعين في كل مكان. سأستعرض معكم اليوم تطبيق أوفلاين، وهذا التطبيق طبعا للتنزيل من جميع المواقع، سهل جدا، ومن خواصه فك الضغط أيضا وتحويل الفيديو إلى أوديو بعد تنزيله. لو قمت بتنزيل أي فيديو وبتحب تحوله إلى أوديو من خلال التطبيق نفسه، بإمكانك تقوم بعملية التحويل إلى أوديو. طبعا هذا التطبيق في منه نسختين، النسخة المجانية اللي هي أوفلاين، والنسخة البرو اللي مدفوعة. طبعا الفرق ما بين الطرفين إنه بيحجب لك الإعلانات لو قمت بشراءه يعني، وبيزيد عندك عدد صيغ الضغط اللي ممكن تقوم التطبيق بفكها لإلك. طبعا ما في داعي لشرائه، ما بنصح يعني بشرائه، لأن أول هام إذا كان عندك الأد بلوك بيحجب لك الإعلانات الموجودة في التطبيق، وإذا كان ممكن تستعيض عن الموضوع هذا بتطبيق آخر اسمه إيزي برو، في حال استصعب عليك فك ضغط أحد الملفات بإمكانك تقوم بتصديره إلى هذا التطبيق إيزي برو، ومن هناك بيفك لك الضغط تبعه. بس عمليا أغلب الصيغ اللي بنستخدمها بيتم فكها من خلال هذا التطبيق يعني الأوفلاين نفسه بدون استعانة إلى تطبيق آخر. ومن ميزات التطبيق أيضا بعد تنزيل الملف وفك الضغط تبعه بإمكانك تقوم بتحويله تصديره لأي تطبيق آخر، أي مكان آخر لحفظه، على سبيل المثال VLC، Voice Dream، على الملفات يعني جبار مبار، على أي تطبيق آخر بإمكانك تقوم بتوريده لأي تطبيق آخر يعني. طيب عشان ما أطول عليكم راح نروح عليه بشكل مباشر. صفحة ثلاثة مساء أوفلاين، اسمه أوفلاين، نضغط عليه نقوم بفتحه. طبعا في أزرار كثيرة غير منطوقة طبعا ما راح نستخدمها، لأنه ما راح ممكن نستعيد عنها بالإجراءات يعني. دائما الأزرار هي بتعمل نفس عمل الإجراءات بالسحب من تحت لفوق يعني، فبالتالي ما راح نتطرق لها كثير. راح نتطرق للشغلات الرئيسية في التطبيق. لو ضغطت بأربع أصابع تحت في أسفل الشاشة المزيد، تلاقي عندك المزيد، التبويب الرابعة، المتصفح، طبعا عندي أربع تبويبات. أما الاختيار التنزيلات، أول تبويب هي التنزيلات، الملفات، لام التبويب، اثنان مسالين أربعة، التبويب الثاني ملفات، المتصفح، لام التبويب، المزيد، لام التبويب، أربعة مسالين أربعة. ممكن تقوم بتعديل التبويبات هذه، تنقلها من مكان لآخر يعني، ترتبها حسب ما بدك. مثلا راح أرتب أخلي أول تبويب تكون المتصفح، والثاني هي التنزيلات، والثالث الملفات. كيف نعملها؟ بنروح على المزيد، لام التبويب، نضغط عليها، المزيد، عنوان، بنسحب من اليمين إلى اليسار، تحرير، زر. طبعا التطبيق يدعم اللغة العربية، نضغط على تحرير، تم، زر. وبعدين بنلمس بأسفل الشاشة على أما الاختيار المزيد، لام التبويب، المزيد أسفل الشاشة على اليسار عن المزيد اللي بجنبها، المتصفح، المتصفح، لام التبويب، قابل للتحريك، ثلاثة مسالين أربعة. لو سمعت بقول لك قابل للتحريك، ضغطتين والثانية مطولة، ونسحب إلى اليمين راح عشان نحطه في تكون التبويب الأولى، ضغطتين والثانية مطولة، تحريك المتصفح، استبدال الملفات في استبدال التنزيلات في مكان واحد. لو شفت إنه هسه استبدل التنزيلات في مكان واحد، حط لك المتصفح، المتصفح، لام التبويب، قابل للتحريك، واحد مسالين أربعة. طيب احنا عملناها هسه، بنقول تم، تم، زر، تم، خلاص. المزيد، لو شفنا المتصفح، عندنا المتصفح هي التبويب الأولى، مسالين أربعة، التنزيلات، التنزيلات الثانية، الملفات الثالثة، تم الاختيار، والأخيرة المزيد، لام التبويب، أربعة. طيب مسالين أربعة، هذا باختصار. شوف عندنا بعد شغلات احنا في في المزيد، تحرير، بريميوم، عندنا بريميوم لو ضغطت عليها بإمكانك تشتريه. زي ما قلت بيرتفع عدد الصيغ اللي بفكها من صيغ الضغط، وبلغي لك برضو الإعلانات. Disable ads. وعندك disable ads. Off. أي لا حجب الإعلانات، بس طبعا لازم يكون مشتريها من البريميوم بشكل طبيعي. Premium. طيب نروح هنا على المتصفح. المتصفح. نضغط عليه. واحد مسالين أربعة. أما الاختيار
المتصفح، قم بالبحث أو إدخال اسم موقع الويب. قم بالبحث، هاي فوق عندك ممكن تبحث عن أي حاجة وتنزلها، يعني بغض النظر أنك ما عندك رابط معين ممكن تكتب أي حاجة هنا عشان تنزلها، ممكنك تنزلها. طبعا أنا ما عنديش حاجة هنا بدماغي، راح أروح على الواتساب. أنا عندي في الواتساب رابط، واتساب رابط لكتاب صوتي، نضغط عليه على الواتساب وبنروح شديدة. بحث حق الحالة عدنان باليون. اضغط مرتين للتحويل. رسالة محولة. إن الرسائل التي ترسلها رسالة. اضغط مرتين للتحويل. الكاميرا زر. رسالة محولة. رسالة. اضغط مرتين للتحويل زر. رسالة محولة. اضغط مرتين للتحويل زر. الكاميرا اضغط مرتين للتحويل زر. رسالة محولة. رسالة. حذف نسخ. حاول نسخها بغض النظر. هي أنا الواتساب بيعطي إشارات غريبة ما بطلعش الرابط، بس يلا مش مشكلة. بس إني طولت عليك. واتساب أوف. واتساب أوفلاين. نروح على أوفلاين. أوفلاين واتساب جوجل درايف. قم بالبحث أو إدخال اسم موقع الويب. طبعا قبل ما أبدأ فيها هذه، في عندنا هنا نسخ الرابط، في عندك دروب بوكس، عندك دروب بوكس، جوجل درايف، جوجل درايف، وعندك الحاجات هذه يمكن تبحث من خلالها. قم بالبحث أو إدخال اسم موقع الويب. حط النص عناوين احرف عناوين تحرير لصق https drive google com file d1p7dcx zip go. بضغط على ارسال على الذهاب. اما الاختيار عفوا حدثت مشكلة. طبعا دائما هاي الشغله بتطلع اللي انا بقول لك عفوا حدث خطا، هاي خاصه دائما مع جوجل درايف. نسحب من اليمين، من اليسار الى اليمين. زري. عفوا هناك مشكلة بالمعاينة. جاري لإعادة المحاولة. تنزيل. زر. طبعا زي ما قلت نسحب إلى تنزيل. زر. تنزيل إلى لا. رمز الإرشيف مضغوط. رمز الإرشيف مضغوط. امرأة في معلمة الحذف. نعم. مكان آخر. تنزيل. بعدين في أنا تنزيل. نضغط عليها. على جوجل درايف. فحص امرأة في مكان آخر لفظ ملحمة. طبعا هو بقول لك أنه لا يمكن فحص جوجل درايف، يمكنهم فحص الفيروسات، ما لناش علاقة فيها. بنمشي. امرأة في مكان آخر لفظ ملحمة. المجلد 121 121 ميجا. كبير للغاية فلا يمكن لي جوجل تنزيل على أي حال. في عندك بعديها تنزيل على أي حال، نضغط عليها. تنزيل على أي حال. تنبيه 17DCX008. بس أنا بطلع لك تنبيه بقول لك شو. تنزيل. تنزيل. نسخ الرابط. أو نسخ الرابط. تنزيل. بنقول له تنزيل. هذا لو لمسنا تحت بس في الاختيار المتصفح انا متصفح جنب التنزيلات عنصر واحد لما اقول لك عنصر واحد نضغط عليها. الملفات لما التبويب ثلاثة زر. التنزيل تحرير زر. البحث في التنزيلات حق لي 1 9 DCX 008 2 AWK 2 104.8 مساء الف من الاجراءات متوفره 1 9 DCX 008 ويجت 2 AWK 2 completed. هسه بقول لك انه complete، هو لما يكون عم يحمل بقول لك انه 21 ميجا من او 22 ميجا من، ولما يخلص بقول لك completed. طيب احنا هسه نزلناه المتصفح، بس بنروح بدل الاختيار مش من التنزيلات، بنروح الملفات. يعني الملفات نضغط عليها. الملفات عنوان. هسه راح تلاقي عندك الملفات موجوده. تحرير البحث في زر زر 1 9 DCX 008 2 AWK 2 تسحب من تحت لفوق الإجراءات. الإجراء نضغط عليها. الإجراء التنبيه 1 9 DCX 008 فك الضغط. فك الضغط. إعادة تسمية. إعادة تسمية. نقل. زر. نقل. كوبي. كوبي وإلى آخره. نحن بدنا فك الضغط. زر. فك الضغط. زر. لما ضغطنا على فك الضغط ننتظر ثواني لغاية ما يفكه. خلص، هيفك الضغط. التنزيلات لا أما يغطي المزيد. المزيد أما الاختيار 1 9 DCX 0 1 0 0 فاز بحسب التاريخ 0 0 1 9 DCX 008 ويجت 2 AWK 2 173.9 مساء ألف منذ خمسة. طبعا راح يطلع لك، راح تلاقي عندك ملفين. الملف الأول راح يكون هو المفك اللي تم فك ضغطه، واللي تحته المضغوط ما يزال. نأخذ أول واحد فوق منه، نضغط عليه. الاختيار الملفات زر الرجوع 1 9 DCX 008 تحرير البحث فرز بحسب التاريخ زر زر. امرأة في مكان آخر لفظ ملحم. نعم 173.9 مساء ألف منذ أسبوع. المادة الصوتية اللي احنا نزلناها لو ضغطنا عليها مرة ثانية
أما يغطي أعطيك كافة الملفات الموجودة ثمانية وجد اثنان امرأة في مكان آخر لا هذا ملحم نعم عنوان تحرير زر البحث في المجلد فرز بحسب زر زر رواية زر رواية امرأة في مكان آخر أج ثلاثة وليكسر ثلاثة شرطة سفريات 128 كي انت ثلاثة سبعة طبعا من بنفس التطبيق ممكنك تستمع للملف هذا لو ضغطنا عليه طبعا هذا الجزء الثالث بدنا نشوف رواية امرأة في مكان آخر الجزء الأول انت ثلاثة شرطة سفريات 128 كي انت ثلاثة ثمانية زر رواية امرأة في مكان آخر واحد انت ثلاثة شرطة سفريات 128 كي رح يشتغل رواية امرأة في مكان آخر له أن يكون هو والكل ونحن الاثنين مجتمعين في رواية طبعا زي ما قلت ممكنك تستمع له من خلال التطبيق او ممكنك تحوله الى تطبيق اخر بالسحب من الاسفل الى الاعلى الاجراء 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 التنبيه رواية امرأة في مكان اخر واحد امتثالة شرطة سفرية يعطيك عدة خيارات الخيار الاول اعادة تسمية اعادة تسمية لك تغير الاسم edit metadata تعديل الميثود نقل زر عندك النقل copy وعندك copy تخفي تفتح فيه حذف حذف فتح فيه بروح على فتح فيه ونضغط عليها رواية امرأة في مكان آخر واحد انت ثلاثة شرطة سفريات 128 كي انت نسخ واتساب صفحة طيب. واحد اضغط للمشاهد أدنى نسخ إلى نسخ إلى ريكوردر اتش نسخ إلى تيلي جرام زيري نسخ إلى ميجا نسخ إلى ممكنك تحوله إلى ميجا أو لوان درايف أو وين بدك ريكوردر اتش يو كيو نسخ إلى تيلي جرام نسخ إلى براوزر بلس نسخ إلى أنسب نسخ إلى وان درايف نسخ إلى فويس دريم نسخ إلى فويس دريم نحاول على الفويس دريم نضغط عليه رواية امرأة في مكان آخر واحد امتي ثلاثة شرطة سفريات مئة هاي الفويس دريم فتح تم تحويله لو لاحظنا لو سحبنا راح تلاقي انه موجود عندك بالفويس دريم جديد الترتيب زر جديد رواية امرأة في مكان آخر واحد امتي ثلاثة شرطة سفريات 128 كي دريم وبرضه بنروح على التطبيق على بنرجع مرة ثانية على ال واتساب اوف لاين احنا حولنا اول واحد العناصر ثلاثة نقطة زر رواية امرأة في مكان آخر واحد امتي ثلاثة زر رواية امرأة في مكان آخر اثنان امتي ثلاثة شرطة الإجراء الإجراء التنبيه برضو نقل رواية رواية إعادة نقل كوبي فتح في زر حذف فتح في فتح في وبنختار فويس دريم برضو ماسنجر اضغط للمشاركة عبر الجروب اضغط لن أدنى نسخ إلى نسخ إلى ريكوردر نسخ إلى وان درايف نسخ إلى واتساب المزيد زر رن ورك فل نسخ إلى ميجا واتساب نسخ إلى ميجا نسخ إلى ريكوردر نسخ إلى فويس دريم أي فويس دريم واحد تسعة دي سي إكس صفر زد ثمانية ويجد اثنان هاي نسخنا فويس دريم الجزء الثاني فرز حسب تحرير حقل البحث جديد رواية امرأة في مكان آخر اثنان انت ثلاثة شرطة سفريات 128 برضو ساعة صف على الأوفلاين أوفلاين وبنحول برضو العناصر ثلاثة نقطة العناصر للجزء الثالث رواية امرأة في مكان آخر ثلاثة وليكسر ثلاثة شرطة الإجراء 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 التنبيه ونروح إلى فتح حذف زر إلغاء حذف فتح في زر اضغط للمشاركة عبر الجروب اضغط لن عدنان نسخ إلى ريكوردر نسخ إلى براوزر بل نسخ إلى أنسب نسخ إلى واتساب رن ورك فلو نسخ إلى فويس دريم اي فويس دريم واحد تسعة دي سي إكس صفر زد ثمانية الملفات الصوتية الثلاثة الموجودة فويس دريم إضافة فرز حسب تحرير حقل البحث جديد رواية امرأة في مكان آخر ثلاثة وليكس جديد رواية امرأة في مكان آخر اثنان امتي ثلاثة جديد رواية امرأة في مكان آخر واحد امتي ثلاثة شرطة سفلية لو انتوا لاحظنا كلياتهم بالفويس دريم نضغط عليها أول واحد راح تلاقي يشتغل الصفحة الرئيسة بدون أي مشاكل التقدم صفر متبقي صفر ثانية وحدة العرض تشغيل زر تشغيل كيف له أن يكون هو والكل ونحن الاثنين مجتمعين هذا باختصار بالنسبة للتنزيل وتحويله إلى تطبيقات أخرى وفك ضغطه بيظل عنا شغلة وحيدة وأخيرة مبدل أوفلاين فويد أوفلاين
Offline. Voice stream. طبعا عملية الرجوع للخلف. عناصر ثلاثة النقطة المتوسطة هناك 1-7 دي سي إكس امرأة في مكان آخر لا رقم 1-7 دي سي إكس 0-8 ويجب نعمل رجوع. الملفات زر رجوع. نعمل رجوع. الملفات زر رجوع. الملفات عنوان. بدنا نمسح الملفات هذه شو بنعمل؟ تحرير البحث فاز زر زر واحد زر واحد تسعة دي سي إكس 0-8 ويجب نعمل الإجراء. الإجراء التنبيه. وإذا بإمكانك بطريقة عنوان. أخرى العناصر اثنان النقطة المتزرة العناصر اثنان النقطة هلو عندك طبعا هذا هلو من التطبيق لما تنزله بيعطيك كيفية استخدام التطبيق لعني الأكثر والأقل الإجراء نمسحه بطريقة هذه كمان بالإجراء أو حذف بالسحب تحت لفوق هل تعيد حذف زر بإمكانك تعمل بالإجراء أو تعمل بالحذف بالسحب تحت الملفات العناصر واحدة نقطة زر 1-7 دي سي إكس الإجراء حذف هاي حذف تم تنبيه هل تويت حذف إضلاع حذف زر الملفات تحرير البحث فاز به زر زر لا توجد عناصر لا توجد عناصر ننزل تحت برضو على التنزيلات ونمسح الملف هذا إذا ما بدنا إياه أو بنخليه إذا حسب كل واحد ورغبته زر 1-7 دي سي إكس 0-8 بسحب من تحت لفوق حذف الإجراء المنفذ خلاص لا يوجد محتوى انتهى. هذا باختصار بالنسبة للتطبيق وأسف للي طال فيه لأنه التليفون شوي كان بطيء. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه طبعا بتكون كنت جربوه وأنا رح قوم بإضافة رابط التطبيق إن شاء الله في وصف الفيديو وإلى اللقاء في شرح قادم إن شاء الله وأسف للي طال مرة ثانية.